لينينغراد. ثلاثة مليون إنسان ظلوا قرابة 900 يوم تحت القصف وفي الجوع والبرد. كان إنقاذهم مستحيلاً، وتركهم ستالين لحتفهم، وتدخلت الطبيعة لإنقاذهم. قصة أقوى صمود في التاريخ للمدينة التي رفضت أن تموت. في تلك الفترة كانت تسمى لينينغراد نسبة لقائد الثورة البولشيفية فلاديمير لينين. وبالرغم من كونها تعد مهد الثورة الشيوعية، إلا أن الشيوعيين نقلوا العاصمة منها إلى موسكو قبلهم. وقبل قيام ثورتهم عام 1917 كانت تعرف باسمها الحالي سانت بطرسبورغ، وكانت عاصمة روسيا القيصرية، وهي واحدة من أقدم المدن في التاريخ، حيث يمتد عمرها 12 قرناً، وهي رابع أكبر المدن في أوروبا من حيث عدد السكان، وثاني أكبر المدن الروسية بعد موسكو. يسميها البعض مدينة الليالي البيضاء نظراً لعدم غياب الشمس عنها في أوقات معينة من العام، فهي تقع في الشمال الروسي وقريبة من القطب الشمالي للكوكب. كما أنها تعتبر العاصمة الثقافية لروسيا، فهي موطن الفن والأدب الروسي العريق. فيها دارت أحداث روايات ليو تولستوي وديستوفيسكي، ومنها خرج بورودين أشهر المؤلفين الموسيقيين. وتضم في جنباتها متحف هيرميتاج، أحد أكبر متاحف العالم وأقدمها، والذي يضم 3 ملايين قطعة فنية. كما تضم أعمق مترو في روسيا، حيث يصل عمق محطته الرئيسية إلى 86 متر تحت الأرض. كما تشتهر المدينة بالمسارح العالمية الفخمة وإقامة الحفلات، وهي مدينة الجسور، حيث تضم أكثر من 300 جسر، ويمر فيها نهر نيفا. كما يجاورها الخليج الفنلندي، وتربطها بروسيا بحيرة لادوغا. ويمتاز طقسها بالبرودة الشديدة شتاءً والاعتدال صيفاً. ويبلغ عدد سكانها حسب آخر الإحصاءات قرابة 6 ملايين نسمة، في حين بلغ سكانها نصف هذا العدد أيام حصارها المرير. ورمزية المدينة وأهميتها التاريخية هي ما جعلها هدفاً لهتلر والنازيين، ولأجلها حشدت ألمانيا 3 ملايين جندي في عملية حملت اسم بارباروسيا، وكان هدفها إسقاط المدينة ومن ثم احتلال روسيا بالكامل. ولأجل هذا الهدف دفعت لينينغراد فاتورة أقصى حصار عرفه التاريخ الحديث، وكانت معركتها أشهر معارك الحرب العالمية الثانية، وصمودها أعظم صمود عرفته البشرية في قرنها الأخير. اعتقد النازيون أن حصار لينينغراد لن يدوم أكثر من شهر، ليتفاجأوا أن المدينة صمدت 900 يوم. فبعد شهر على حصار المدينة، خرج زعيم النازية في خطاب أمام قادة جيشه يتوعد لينينغراد بالموت جوعاً. فكان هذا التكتيك الذي اتبعه الألمان لضرب المدينة التي بدأ الحصار فيها في 8 سبتمبر عام 1941، حينها هاجمتها الفيالق الألمانية وحليفتها الفنلندية من كل مكان تقريباً ما عدا الجزء الواقع على بحيرة لادوغا. وبدأت القنابل والصواريخ تنزل على السكان من كل مكان. مات الآلاف على وقع الضربة الأولى. وقبل قرار الحصار كانت خطة الألمان تقضي بهدم المدينة على من فيها، لذلك سعت القيادة السوفيتية إلى نقل المصانع والقطع الحربية والقطع الفنية والأثرية منها إلى العاصمة موسكو. فالجيش النازي كان يمتلك ذخيرة كافية لتنفيذ خطته، وبالرغم من مقاومة الجيش الأحمر في بداية المعركة، إلا أن الأمر كان أشبه بالعبث. فالألمان يتفوقون على الروس بالعدة والعتاد والتخطيط، وبدا مع مرور الأيام أن المدينة تركت لمواجهة حصارها وحيدة، وكثير من سكانها باتوا مدركين أن لا أمل في النجاة، ما دفعهم للخروج للمقاومة حتى بأبسط الأسلحة. وهذا ما سيصعب لاحقاً على النازيين دخول المدينة، فسكانها جميعاً أجمعوا على المقاومة والصمود، وقرروا إعدام أي خائن قد يفكر بالتعامل مع الألمان. وبعد أن علم الألمان صعوبة دخول المدينة، عمدوا على إحكام الحصار عليها، وبدأوا بقطع إمدادات الطعام للمدينة التي بدأت بالاعتماد على مخزونها، وطبقت نظام تقديم بطاقات الطعام، وكل بطاقة تضم كمية الغذاء اليومي. وبتعبير أدق، تم إعطاء الخبز فقط، وكان معدل صرف الخبز اليومي 800 جرام للعاملين، و600 جرام للموظفين، و400 جرام للأطفال والعاطلين عن العمل.
ومع وصول مخزون الطعام لحده الأدنى، عمل النازيون على ضرب محطات الوقود، فغرقت المدينة في الظلام ومات العديد من سكانها برداً. وخلال السنة الأولى من الحصار، وتحديداً مع اشتداد فصل الشتاء، أصيبت لينينغراد بوباء المجاعة الذي أودى بحياة 100,000 شخص، كما انتشرت السرقة والقتل لكي يجدوا مصدر طعام لهم. واعتقلت شرطة المدينة أكثر من 2,000 شخص اعتبروا من آكلي لحوم البشر، وأطلق على هذا الشتاء الشتاء الجائع، حيث تحولت لينينغراد إلى مدينة منكوبة وسكانها إما موتى أو على وشك الموت، وبات الجميع بمن فيهم قادة الاتحاد السوفيتي يترقبون انهيارها، حتى وجد الروس ممراً آمناً وفرته الطبيعة ولم تصله أقدام جنود هتلر. بعد مرور أشهر على حصار المدينة ومن فيها، ساهم الطقس البارد بتجميد بحيرة لادوغا، وهي المكان الوحيد الذي لم يصل له الجنود النازيون. ولادوغا تربط بين لينينغراد وباقي البلاد، ما وفر ممراً آمناً تمكن الروس خلاله من إجلاء الأطفال والمصابين وإدخال المساعدات للمدينة المنكوبة. فكانت هذه الطريق أولى البشائر بالنسبة للمحاصرين. وبالرغم من استدلال الألمان عليها وقصفها، إلا أن السوفيات ظلوا يفتحون ممرات آمنة خلالها. ولتنويع مصادر الإمداد، أصبح الروس يقصفون لينينغراد بالمؤن والطعام كي يضمنوا وصول الغذاء لسكان المدينة المحاصرة، كما سعى السكان لبناء أنفاق تحت الأرض. كل هذا جرى خلال العام 1942، وبعد انقضاء الشتاء في هذا العام وقدوم الربيع، سعى المحاصرون لزرع الحدائق والأراضي الفارغة وأسطح المنازل والشرفات لتأمين ما يمكن تأمينه من الغذاء، الأمر الذي استفز الألمان فزادوا من وتيرة القصف على المدينة. عندها تحرك الجيش الأحمر السوفيتي لإحداث ثغرات في الحصار، لكن محاولاته باءت بالفشل. ففي الصيف كانت تميل الكفة للألمان، لكن قبل ذلك كان السوفيات قد تمكنوا من إجلاء حوالي نصف مليون مدني من المدينة عبر ما أطلق عليه طريق الحياة في بحيرة لادوغا، مما خفض عدد السكان الذين أصيبوا بالمجاعة إلى مليون. وانقضى عام كامل على الحصار، وحل الشتاء مرة أخرى مطلع العام 1943، ليتمكن الجيش الأحمر من تجسير جسر أرضي صغير بين النازيين. وقام المهندسون الروس ببناء وصلة سكك حديدية خاصة على الممر، تمكنوا من خلالها نقل 5 ملايين طن من المواد الغذائية والإمدادات إلى لينينغراد. وبدأت الحياة تدب من جديد في المدينة المحاصرة، وراح أهلها يعيدون تشييد المصانع لإنتاج الآلات والذخائر، كما عمدوا لاستفزاز الألمان. فقد أقام المحاصرون في لينينغراد حفلات موسيقية ورقص، وعرضوا مسرحيات، وفتحوا أبواب المسارح للجمهور، وكأن شيئاً لم يحصل في أعرق المدن الروسية، الأمر الذي أحبط معنويات الجنود النازيين الذين اعتقدوا أنهم يقاتلون شعباً لا يموت. وانقضى عام آخر على الحصار، ولينينغراد ترفض الاستسلام، ليأتي شتاء العام 1944، لتصبح الكفة أميل للجيش الأحمر الذي حشد 1.5 مليون جندي و1,600 دبابة لضرب الحصار النازي. ومع وهن معنويات الألمان، تراجعوا تحت ضربات السوفيات في أقل من شهر، ليعلن يوم 27 يناير من العام 1944 يوم فك الحصار عن لينينغراد، لتنطلق الاحتفالات في المدينة المكلومة والتي سطرت أقوى صمود في القرن العشرين أمام أعتى آلة عسكرية في الحرب العالمية الثانية. ولتصبح معركة لينينغراد بالإضافة لإنزال النورماندي الضربتان الموجعتان للجيش النازي، واللتان ساهمتا بعد عام بسقوط حلم هتلر بحكم العالم بعد خسارته للحرب. وليكون الجيش الأحمر السوفيتي أول من يدخل برلين ويجري عمليات انتقامية، فقد كان الروس أكثر الشعوب التي أذاقها هتلر ويلات أحلامه الاستعمارية، خاصة بعد الكشف عن الأرقام المرعبة جراء حصاره فقط لمدينة لينينغراد، حيث مات قرابة نصف سكان المدينة، كما سويت معظم مبانيها بالأرض، وهو أمر سيستغرق الروس أعواماً لإعادة ترميم عاصمتهم الثقافية التي ستبدأ تدريجياً بالعودة لما كانت عليه سابقاً. ولاحقاً بعد عقود من النظام الشيوعي الحاكم وانهياره مطلع التسعينيات، خرج سكان لينينغراد بمظاهرات عارمة للمطالبة بعودة الاسم القديم لمدينتهم سان بطرسبورغ، لتقوم الحكومة الروسية بتنفيذ مطالبهم.
ومع عودة الاسم القديم للمدينة عادت إليها روحها التي أطفأها الشيوعيون طوال سنوات حكمهم، والتي كادت تزهق أيام حصار هتلر.